بسم الله الرحمن الرحيم، متحدثكم الدكتور حيدر الرحمن داود، قسم هندسة تقنيات المكان والمعدات، الكلية التقنية مسيب، جامعة الفرات الأوسط التقنية. محاضرتنا لهذا اليوم خاصة بمادة الانجليش لانجويج للصف الثاني لقسم هندسة تقنيات المكان والمعدات. المحاضرة خاصة باليونيت فور، يونيت فور اللي راح يكون عنوانه خاص ب Let's Go Shopping، يعني دعنا نذهب إلى التسوق ترجمتها الحرفية. والشابتر هذا راح يتخلى مجموعة أمور، هي استخدام ماتشو ماني ماتشو ماني سام اني فيو ليتل لوت اوف، الكميات المعدودة الغير معدودة. بعدين الارتكلز المقالات شوبينج التسوق البرايسز الأسعار الخاصة بالتسوق وغيرها. الكلاس كود مبين في أدناه بالنسبة للطلبة اللي لم ينضموا للصف لغاية الآن. وفيما يخص الشابتر، الكتاب المنهجي هو هذا عندك، كتاب تم تحميله على منصة جوجل كلاس روم بصيغة PDF، وأيضا الكتاب الورقي متوفر عندكم ضمن اللي تم تسليمه لكم قبل فترة الحظر. اللكتشر اوتلاين الخاصة بهذا الموضوع، راح نحكي على اللكتشر او اللانجويج ايمز، راح نحكي ستارتر مثل ما تعلمنا بكل محاضرة. راح نبدي محاضرتنا كما جرت العادة ب ستارتر اللي هي مقبلات المحاضرة، نبدي ريفريش اور برين، ناخذ بعض المتعلقات الخاصة بالشابتر اوكي حتى نشط دماغنا شويه. بعدين نحكي على الجرامر اللي هو خاص بالكوانتيتي، الخاص بالكوانتيتي اوكي. بشكل عام الشابتر هذا the theme of this unit is shopping، يعني يتكلم عن التسوق. in the opening section بالبدايه راح نحكي على the weekend shop. احنا بالعاده متعودين السوق في عطله نهايه الاسبوع، يعني سواء كمية، يعني لأن بالأيام العادية نكون مشغولين، بالذات الأخوة الموظفين أو الأخوة الطلبة ما عنده مجال يسوقين بالأيام العادية. بس بالعطلة ويكند اللي هي جمعة سبت، فيما يخص بعض الدول عندهم الويكند هو السبت أحد، يكون التسوق بالويكند. فراح نحكي على الويكند شوب. The expressions of quantity are introduced in the context of two friends discussion. Discussing their weekend shopping list. راح الشابتر راح يتخلل مجموعة من الحوارات بين أصدقاء يحكون على التسوق على عطلة عطلة نهاية الأسبوع. In a separate presentation section, a text about shopkeeper. There is some work on the use of articles in English. The reading is about the most popular shopping street in the world. Okay. في مدن مثل وارشو. Vocabularies راح ناخذ. Listening consists of four dialogues set in different shopping shops. أيضا بالنهاية راح نحكي على بنهاية الشابتر مثل ما حكينا، الجرامر مالتنا راح يتركز على الكوانتيتي، الكميات المستخدمة بالشراء. أوكي، الفرق بين سام وماني. أوكي، ماتش مثل ما حكينا هنا بداية الشابتر، الماتش والمني والسام والني والفيو والليتل وغيره. الفوكابلري راح نحكي الفوكابلري عند listening، الباينج ثينكس شلون نشتري الاشياء، اللي هي بطبيعة الحال راح تكون عبارة عن دايلوكس بين اثنين دي يشترون من مكان معين. بعدين نحكي عن الافري دي انجلش، الانجليزي باللهجة بالحياة العامية باللغة اليومية يعني، او الستريت لانجويج. هذه اللي راح نحكي على برايسز اند شوبينج، وهي بالعادة راح تكون مجموعة أربع حوارات four dialogues in set of different shops بأماكن تسوق مختلفة. كما جرت العادة بالمحاضرات السابقة نبدأ بستارتر. الستارتر هذا هو بشابتر 30، شابتر 4 صفحة 30. يعني هسه لو نرجع للشابتر مالتكم هذا، إذا رجعنا للشابتر هذا راح نلقاه موجود بصفحة 30، صفحة 30 مثل ما نشوف عندنا، اللي هو يبدي من عند الشابتر شابتر 4. اوكي،
التمرين الأول اللي هو الستارتر صفحة 30 مثل ما حكينا، اللي هو play the alphabet game with things you can buy. الفابت الحروف الابجدية with things you can buy continue around the class، يعني ونستمر بشكل تدريجي. الغاية منها شنو هذه؟ The aim of the alphabet game is to see how well you are understand the idea of count and uncount nouns. يعني شلون نفهم الفكرة بين الأسماء معدودة والأسماء غير معدودة. It also brings out a lot of vocabulary, revises past tenses from the previous unit. أيضا نتعلم باستخدام صيغة الماضي البسيط أو جمل الماضي اللي تعلمناها باليونت السابق. And it's fun. يعني مثل ما قلنا أنه تعلم اللغة الإنجليزية بالنهاية يكون ممتع، يعني لأنه هو تعلم لغة جديدة غير المذر لانجويج اللغة الأم مالتنا. يعني هسه على سبيل المثال ايش عندنا هنا؟ Yesterday I went للماضي البارحة داكي، يعني شو صار البارحة؟ shopping and I bought an apple. البارحة رحت السوق واشتريت تفاحة. بالخارج اشتري انقطع، احنا عندنا نشتري كيلوات، بالخارج الدارج نشتري قطع، ماكو مشكلة، فلا تستغرب. Yesterday هسه نفس الجملة راح نضيف لها بعد شوي. I went shopping and I bought an apple and some bread. رحت السواقيت واشتريت تفاحة، خليت an apple نفس الفوق and ضفت some bread بعض الخبز. طبعا حتى الجملة نقسمها لمقاطع ونحكيها، يعني هسه مثلا الثالثة هذه yesterday، بعدين نتوقف شوي نقول I went shopping and I bought an apple some bread and a car. رحت البارحة سوقت اشتريت تفاحة وبعض الخبز سيارة يعني اوكي وغيرها. يسترداي بقى هاي انت تتمرن عليها، البارحة سوقت شنو اللي اشتريت، يعني تمرن بيها ويا صاحبك يعني او ويا نفسك وشوف شنو اللي تقدر تسويه خلال هذا التمرين. بس تتمرن على انه تحكي شيء اشتريت البارحة بصيغة الماضي past tenses. نجي على الكوانتيتي اللي هي الكميات، اللي هو هنا بالعادة التمرين راح يتركز على شيء، انه هو الفكرة انه الويكند شوب نهاية عطلة نهاية الاسبوع شلون. انا عندي قائمة ما تسوق مسويها بالبيت مثل هذه. الفكرة مال هذا التمرين شنو وشلون نتعلم الكوانتيتي الموجودة صفحة 30 التمرين الاول. سارة and Vicky ذني أصدقاء اثنين، سارة و Vicky are two students طلاب اثنين who share a flat اللي يشاركون شقة. طبعا مثل البنات اللي بالأقسام الداخلية أو الشباب يعني ممكن اثنين بسكن مشترك ماكو مشكلة. بعطلة نهاية الأسبوع ممكن يسوق إذا هو باقي ما ينزل يعني، فمسوي قائمة يحضر حتى ينزل يسوق. It's a Saturday morning صباح السبت and Sarah has written a shopping list. هاي هي سموها shopping list اللي قامت التسوق قبل ما تروح تسوق. انت اكو ناس ما تتذكر فتكتب بالورقة شنو تحتاجه. التراك الصوتي اللي هو T41 هنا اللي هو رقم 27 اللي حملناه بمنصة الجوجل كلاس روم عندك بالكلاس. read and listen to their conversation راح نقرأ ونسمع للمحاور بيناتهم وخلي نشوف خلي نشغل ونشوف. Unit 4. Tape script 4.1. It says here milk. How much milk do we need? 2 liters. هي قالت 2 liters بس المكتوب عندك 2 pints. الباينتس هو الباينتس يعني لترة، بس الانجليزي يستخدمون هاي وحدة القياس pints لترة. اوكي فهي قالت 2 liters هي بالانجليزي. تلاحظ هنا مكتوب عندك pints. السبسكريبت هذا الفي يقصد به فيكي قاعد تحكي وليس هي سارة. بدي اشوف مره صوت فيكي ومره سارة دي يختلف عندك. هسه راح نكمل هنا and x how many x. شوف استخدام how much و how many. السبب انه بعض الكميات معدوده بالتسوق وبعض الكميات
غير معدودة بالتساوي. مثل الحليب هاو ماتش يعني ما نستخدم الهاو ماني اللي شوف هالقائمة ميلك إكس إلى آخره راح يحجوها معظمها إن شاء الله بالباب التمرين والتمرين اللي بعده. خلينا نكمل هسه وصلنا لهذه فيكي راح تبدي تحجينا. And eggs. How many eggs? A dozen. شنو دوزن؟ بالخارج تنباع طبقة بها 12 قطعة درزن يعني مو مثلنا هنا أنا طبقة كاملة 30 12 يقصد يعني 12 دوزن 12 بيضة يعني. خلينا نكمل هنا شوف هسه وصلوا لل بوتيتوز هنا قد يشتروا من عنده. اوكي And what about potatoes? How many potatoes? A kilo's enough. And butter? How much? Just one packet. Butter اللي هو الزبد. شكد باكيت واحد. Unit 4. Tape script. اوكي. احنا شوف هنا حكينا على الميلك. الميلك استخدمنا له how much. لان سائل هذه ما يعاد. بعدين الاكس دوزن 12 يعاد هذه. البوتيتوز الكيلو يعاد how many. والهاو ماتش البتر الزبد كمية غير لا تعد يعني غير محسوب معدودة. فقلنا باكيت واحد. اوكي هسه المطلوب منك شنو match these quantities with the shopping list. يعني هسه عندي شنو عندي هاي قائمة هنا كمية quantities ويا shopping list هذه راح نقارن هاي القائمة ويا ويا ما مكتوب عندنا بالشوبينج ليست. يعني مطلوب منك شنو هنا focus on the quantity expression in the box and check the vocabulary okay to match the expression in the box with the item on the shopping list. هنطابق هذا ويا هذا ايش عندي مثلا هذه just one white loaf. loaf يقصد به احنا نقول سمون اللوف هناك الخبز يعني loaf ابيض احنا نقول سمون loaf يعني كهربائي وهو ايضا loaf يصيح له اللي هو هناك ماكو شيء اسمه سمون بريد white loaf يعني سمون. فنجي هنا شنو الماتشنج وياه البريد اوكي البريد four packets ايش عندي تشيز اربع باكيتات من الجبن مثلا 6 كانز ست علب الكانز الكوك اللي هو الكوكا كولا هاي مختصر هاي كوك هناك يعني يسموه اوكي عندك 4 big ones اربع كبار اوكي ترهم على البوتيتوز وترهم على الكريسبس اللي هو الشيبس كريسبس هنا الشيبس هذا الشيبس البوتيت اللي ناكله وغيره يعني. فهاي بيتمرن عليها بالبيت ان شاء الله اتمرن على الكميات المعدودة وغير معدودة ان شاء الله. نجي على صفحة 33 اللي هو التراك نمبر 28 عندك بالجوجل كلاس روم تمرين 4-2 التراك الصوتي اللي هو read and listen to the rest of the conversation يعني اقرأ اسمع listen read and listen اقرأ واسمع لبقية المحاورة. راح نكمل الحوار بين فيكي وسارة فيما يخص الشوبينج ليست اللي حكيناها قبل شوية لان هي شوبينج ليست طويلة مثل ما شفناها. خلينا نشوف شلون راح يشترون بقية يحكون على بقية الشوبينج ليست وشو راح يشتروه. خلينا نسمع. Tape script 4.2. Do we need anything else? Let's have a look. We've got some apples, but there aren't any grapes. Grapes عنب. Grapes يعني عنب. خلينا نشوف. And there isn't any coffee, but we've got some tea. Is there any orange juice left, or did somebody finish it? There's a little, but there isn't much, so we need some more. And vegetables. Have we got many vegetables? Well, I can see a few carrots,
but there aren't many onions. يعني few or carrots, قليل من الجزر. Many onions, هواي بصل. يعني شوف اللي few many, how much are they? يعني هذه كلها شغلات معدودة وغير معدودة. يعني شوف. Oh, and don't forget, we need a lot of crisps. Crisps. My nephews are coming tomorrow. Right, then. I think that's everything. Let's go. By the way, how much money have you got? لاحظ استخدام how much, how many, some, few, many, okay, anything. غيرها هذه كلها anything هذه كلها few كلها مصطلحات خاصة بالكميات المعدودة وغير معدودة استخدمناها بالتسوق بهذا الجرامر بوست هذا اللي هو بنفس البيج 31 ايش دي يقول لك هنا طبعا هو مطيك تمرين ومهمتك انت يعني تكمل الباقي يعني شلون تيك ذا كوركت كولومز يعني انقر على العمود الصحيح هنا فايند ذا 7 بالبدايه يقول لك فايند 7 كاونت ناونز and four uncount nouns اللي هي الاسماء المعدوده والاسماء uncount غير معدوده فراح نرمز لها بالسي ان اس اللي هي count nouns والuncount nouns يو ان اس in the conversation بالحوار هاي يقول لك يجيها راح نعوف عليك هذه اللي هي الكميات المعدوده وغير المعدوده ماشي اسمعها مرة ثانية وحاول تميز بيناتها اللي هي سام اني ماتش اسمعها المحاورة وتشوف اسمعها طبعا هي موجودة يعني اشرنا عليها يعني حتى سمعنا قسم مثل فيو سام وغيرها يعني فانت تمرن عليها هذه اسمعها وشوف اللي هي اسماء معدودة وغير معدودة هسه راح نجي على هذا التيبل مالتنا السام we use some نستخدمه ويا الكميات الكاونت ناونز المعدوده وذ الانكاونت ناونز يرهم على الاثنين وبالجمل البوزيتيف وبالكويشن مثل سام تايمز بالنيجاتيف سنتس ما نستخدمه هذه كروس ضاربين عليه نجي على اني الاني بالاسماء المعدوده تستخدم بالاسماء الغير معدودة ايضا تستخدم بالpositive sentences ما تستخدم بالquestion مثل anyone تستخدم وبالnegative ايضا تستخدم الmatch بالكميات المعدودة لا تستخدم بس بالكميات الغير معدودة تستخدم بالpositive sentences لا تستخدم وبالأسئلة مثل how much وبالnegative sentences ممكن نستخدمها عدي الماني بالكميات المعدودة تستخدم عكس الماتش هذه بالكميات الغير معدودة لا تستخدم هذه لا تستخدم بالpositive sentences كذلك وعندي بالquestion تستخدم وبالنيجاتيف سينتيسز ايضا تستخدم a lot of هذه تستخدم بكل الحالات if you عندي شوف عازليه هنا انا ما تجي بالاسئله هذه بس تجي بالاسماء المعدوده غير المعدوده وبالبوزيتيف سينتيسز اللي هي الجمل اللي ما بيها هنا في if you تستخدم هنا بالمعدوده لا تستخدم بالغير معدوده وممكن استخدامها بالبوزيتيف سينتيسز هذه little لا تستخدم بالاسماء المعدودة مع الغير معدودة تستخدم وايضا ممكن استخدام بالبوزيتيف سنتنسز ممكن نستخدم سام واني زائد ثينك وان بودي وير هذا راح نتمرن عليه بالتمرين الجاي ان شاء الله راح نشوفه بالتمرين الجاي هاي خليها ببالك البيانات يعني خليها في بالك هسه راح نتمرن على ال discussing grammar اللي هو النقاش فيما يخص الجرامر هذه خاص بالاسماء المعدوده
غير معدودة. صفحة 31 هذه. المطلوب منك شنو هنا؟ complete the sentences with some or any. مثل ما حكينا قبل شوي عندي من 1 إلى 3 هذا نكمل مجموعة الجمل some or any، هذا بالmatch or many، وهذا little few or a lot of. اوكي وانا ما خلص هذا ان شاء الله راح ننتقل للتمرين اللي بعده. خلي نشوف فيما يخص الاول اللي هو complete the sentences with some or any. Have you got four brothers or sisters؟ الجواب الصحيح هو any. انقل some. عندك اخوة او اخوات؟ any. We don't need olive oil. ما نحتاج زيت زيتون. Here are فراغ letters for you. بعض الرسائل، يعني هاي رسائل، بعض هاي لك، بعض الرسائل لك. Some. I need some money. Is there for our petrol in the car? Any. Okay. شرحنا الفرق بيناتهم، يعني سام تجي للكاونت نونز الاسماء المعدودة، بينما الاني تجي للاسماء الغير معدودة. فيما يخص التمارين الخاصة بالثاني والثالث، حاول تستخدم ماتش وماني وليتل فيو ولوت اوف حتى تكمل هاي الجمل عندك المتبقية. يعني على سبيل المثال خلينا ناخذ مثلا 2، وي دونت نيد فراغ eggs just half a dozen. We don't need شنو الجواب الصحيح؟ many. ما نريد هواية بيض، بس شنو half a dozen. مثلا هذي I have for our close friends 2 or 3. ما عندي هواية أصدقاء. few. I have a few. A few close friends. مقرر يعني ما عنده قليل، كلش هذا مقرب 2 or 3 يعني 2. طبعا هو ما عرف ثاني قليل منها ب 2 or 3 2 او 3 مو هو يعني فيو. حاول تتمرن عليها ان شاء الله هذه، وان شاء الله ما بيها اشكال. نجي على البيج 32 اللي هو خاص باستخدام something someone somewhere. احد ما، شيء ما، مكان ما. something شيء ما، someone احد ما، somewhere مكان ما. المطلوب منك شنو؟ complete the sentences with the correct words. ممكن نستخدم some, any, every, no زائد think, one, body, where ناني. يعني هسه راح نشغل الساوند تراك رقم 29 اللي هو بكتاب دك 4.3 حتى نفتهم شلون نحل هذا المثال. حاول تحل وحدك انت بالبداية. يعني هسه راح نضرب لك مثل شلون نحل هذا التمرين. يعني did you meet فراغ nice at the party؟ هل التقيت، شو راح نقول؟ any، لاحظ any ويا من نجيب هل any ويا anyone nice at the party. yes I met فراغ Who knows you? I met. التقيت بأحد. نقولك التقيت بأي واحد لطيف بالحفلة. نعم. I met someone. Some. طبعا تنكتب كاملة someone، يعني بدون space. اللي حبالك تنكتب كاملة someone بدون space. Somewhere بدون space. Something بدون space. بشوف أخذنا some. وياها one. وهنا قبل أخذنا any. وياها one. كتبناها كاملة بدون سبيس وهكذا. خلينا نسمع للتراك هذه ان شاء الله حتى نفتهم بقية الامثلة شلون تنحل، اللي هو استخدام واحدة من هالكلمات مع كلمة اخرى منها، مثل something someone somebody anything anyone anybody somewhere everywhere nowhere no one. خلينا نشوف. طبعا هالكلمات مركبة، كلمتين ندمجهم مع كلمة تصير كلمة واحدة بس تعطيني معنى يختلف عن معنى الكلمتين. يعني something معناها شيء ما. خلينا نسمع. Tape script 4.3. 1. Did you meet anyone interesting at the conference? Yes, I met someone who knows you. 2. Ouch.
Oh, there's something in my eye. Something. Let me look. No, I can't see anything. Anything. Mm. 3. Let's go somewhere exciting for our holidays. Somewhere. But we can't go anywhere that's too expensive. Anywhere. 4. I'm so unhappy. Nobody loves me. I know somebody who loves you. Me. Nobody, somebody. 5. I lost my glasses. I looked everywhere, but I couldn't find them. Everywhere. كل مكان. 6. هذا قال أنا ضيعت نظاراتي دورت عليهم بكل مكان everywhere but I couldn't find them. ما قدرت ألقاهم. Did you buy anything at the shops? No, nothing. I didn't have any money. 7. I'm bored. I want something interesting to read or someone interesting to talk to or somewhere interesting to go. 8. It was a great film. Everyone loved it. Everyone. مرة على ذني حاول تحلها اسمع إذا عندك إشكال بالحال اسمع واكتب الجواب الصحيح استخدام someone something someone somewhere إلى آخره أو مثل ما قلنا كلمة منها مع كلمة من العمود اللي بعده وسوي كلمة مركبة tape script الفوكابلري and listening هسه راح نحكي على buying things شراء الأشياء اللي مثل ما حكينا ان عندي 4 اماكن راح ازورها مكان يختلف عن الثاني نشوف الفرق بيناتهم بالتمرين هذا عندي هو الكلوث شوب محل ملابس الكيمست اللي هو الصيدلاني الكافيه كوفي شوب البنك مصرف نيوز ايجنت اللي هو الكشك اللي يبيع جرايد هذا اوكي التمرين هذا هو صفحه 36 التراك نمبر صوتي الخاص بي رقم 31 محمل عندك بالجوجل كلاس روم راح نسمع المحاوره listen to the conversations محاورات answer the questions وجاوب على الاسئله اوكي خلينا نسمع ونشوف ورا ما نخلص هذا ننتقل للتمرين اللي بعده tape script 4.5 1 hello can I help you I'm just looking thanks I'm looking for a sweater like this But in blue. Have you got one? I'll... Just have a look. What size are you? Medium. Here you are. That's great. Can I try it on? Of course. The changing rooms are over there. I like it. It fits you very well. How much is it? £39.99. طبعا بعد ما نسمع هذا الحوار لازم نجاوب على هاي الأسئلة. خلينا نكمل. Okay, I'll have it. How would you like to pay? Cash. 2. Could you help me? احنا طبعا اخذنا الحوار الخاص بال كلوفينج شوب فقط هي اكو اكثر من مكان بس فيما يخص المحاور الاولى دي يقول لك where are the conversation take place choose one of the places in the exercise one وين هذا طبعا بالكلوف شوب عندي يسأل على سايز يسأل على جامبر what does the customer want شنو اللي يراد الزبون هذا جمبر جمبر اللي هو احنا نسميه يعني بلوز ربيعي خفيف قطني هذه اللبس يعني وقت اللي من غير الجو اوكي كان ذا شوب اسيستنت كاشير هيلب يعني كان يقدر يساعد الهذا اللي يشتغل بالمحل كان يقدر يساعده يعني يقدر يساعده يس طبعا هو سائل انه يحتاج مساعده ولا هاو ماتش داز ذا كاستمر بي قد دفع الزبون من خلال المحاوره دفاع من خلال ما قاله بالمحاورة طبعا دفع مبلغ وقدره 39.99 بنس حاول تسمعها مرة ثانية وتمرن عليها هذه وجاوب على هاي الأسئلة بس ممكن فيما يخص نفس المحاورة هذه راح نرجع نسمعها مرة ثانية بس نحل بي التمارين المتبقية هذه واللي بعده هذه واللي بعده اوكي
راح نسمع هاي التمرين هذه محاورة بأربع أماكن مختلفة، راح نسمع هذه ونشوف شلون نحل. المطلوب منك شنو؟ complete these lines from the conversations، اللي هو مثلا عندي هذا الجزء الأول خاص، هذا طبعا محل ملابس، هذه بعض الفراغات مذكورة بالحوار. خلينا نشوف، خلينا نسمع ونشوف. Tape script 4.5. 1. Hello, can I help you? I'm just looking, thanks. هنا جارت I'm just looking, thanks. خلينا نكمل. I'm looking for a sweater like this, but in blue. Have you got one? I'll just have a look. هنا جارت هنا I'm looking for a jumper like this, but in blue. But then, have you got one? I'll just have a look. خلينا نكمل. What size are you? Medium. What size now are you? Medium. جد قياسي. خلينا نكمل. Here you are. Have a little. بعدين نقول له that's great. Okay. That's great. خلينا نسمع هنا ايش راح تقول. خلينا نسمع هنا. Here you are. خلينا نكمل. Here you are. That's great. Can I try it on? Of course. The changing rooms are over there. That's great. Can I try it on? اقدر اجربه. Of course. طبعا. The changing room are over there. غرفة التبديل هناك. خليني أشوف راح أدرسه. I like it. It fits you very well. How much? It fits you very well. كلش مناسب لك. How much is it? مثل ما حكينا هنا. خليني أشوف شو راح تحكي هذه. Cheese it. £39.99. £39 اللي هي العملة الإنجليزية. 99 يفضل بها البنس. Okay. I'll have it. How would you like to pay? Cash. Okay. I'll have it. راح اخذه. Okay. I'll have it. يعني راح اشتريه. How much you... How would you like to pay? شو راح تدفعين؟ Cash. نقد. لأن اكو أكثر من طريقة بالدفع هناك. ممكن بالكارت أو بالنقد. خلينا نشوف التمرين اللي بعده. Tape script. اللي بعده هو نفسه هذا. الحوار هذا. بس فيما يخص أماكن أخرى. يعني خلينا نشوف complete these lines from the conversation. خلينا نشوف tape script. لا تنسى التراك هو رقم 31 عندك محمد بالجوجل كلاس روم، بس يحوي على اربع اماكن مختلفه فميز بيناتها. يعني هذا لازم نمشي شويه. Can I try it on? Like it. £39.99 to pay cash. لاحظ عندك أول 40 ثانية خاصة بالجزء الأول، الجزء الثاني اللي هو هسه مكان آخر هذا. خلينا نشوف. Two. Could you help me? I'm looking for this month's edition of Vogue. Can you tell me where it is? Could you help me? تقدر تساعدني؟ نقول هنا. طبعاً هاي Vogue هي المجلة هاي اسمها، اللي هو العدد الشهري الخاص بهاي المجلة. Okay. خلينا نكمل. Over there, middle shelf, next to she. Over there, هناك middle shelf، الرف الوسطي، next to she، قبالها. يعني اكو وحده واقفه قالها قبالها، next to she. يعني اوكي. وين هذا برايك المكان؟ هذا يصيحوا للنيوز ايجنت اللي هو مكان يبيع جرايد او صحف. خلينا نشوف الثالث. 3. Hello, I wonder if you could help me. I've got a bad cold and a sore throat. Can you give me something for it? Okay. Hello. I wonder if you could help me. أنا تساءل إذا ممكن تساعدني. I've got a bad cold and the influenza. Cold and influenza. أو برد. And sore throat اللي هو بالعوم يعني يحرقني أو محتقن. Can you
can you give me something for it؟ تقدر تعطيني في شيء حتى أعالجه. Okay. طبعاً بطبيعة الحال هذه صيدلية كيمست، هذه صيدلية كيمست مثل ما حكينا بالأماكن الخمسة الأربعة اللي بالبداية كيمست هو صيدلية. كمل المحاورة هذه واسمح لي الأخير. طبعاً الجزء الأخير من هالمحاورة هو خاص بكوفي شوب، خلينا نمشيها ونشوف. You can take four. Good morning. Can I have a black coffee, please? Can I have a black coffee؟ قهوة سودة مرة يعني. Please. Espresso. Yes, please. Espresso نوع من القهوة هذه. هذه اللي بيكوب عندك. Oh, and a donut, please. I'm afraid there aren't any left. Donut اللي هي الدونات الحلويات هذه المعجنات. Please. No, قلت لي. We've got. نان تقول لها بال. باريستا اللي هي الموظفة اللي تشتغل بالكوفي شوب قالت له I'm afraid يعني خايف انه ماكو there aren't any left، ما بقى منها يعني. خلينا نكمل. Tape script. Can I have a black coffee please? Espresso. Got some delicious. There aren't any left. We've got some delicious carrot cake and chocolate cake. Okay. Carrot cake then. Certainly. Is that all? Is that yes, all? Yes, thanks. That'll be £2.85, please. آخر شيء قلت له السعر. That will be £1.85. Please. يعني المبلغ راح يدفعه. Thank you. أحاول تستمع له هذه. كارت كيك اللي كيكة بالجزر هاي اللي بالصوري. اللي رايح كوفي شوب يعني بالجريت بريتن مجربه هذا اللي البلاك كوفي والكارت كيك كلش دلشز يعني. استمع للكونفرزيشن هذه وحاول تمرن عليها وتستمع تكتب الجواب وذاك اشكال يعني موجود. راح نحكي اليوم على everyday English اللي هو الانجليزي نستخدم بالحياة العادية. صفحة 37 خاص بالبرايس اند شوبينج. بالبرايس اند شوبينج المطلوب منك ان احنا فوكس اون ذا برايسز اون ذا بوكسز، راح نركز على هاي البرايس الاسعار. البريتش انجلش هذه والامريكان انجلش هذه لوك ات ذا واي وي ريرايت ذا برايسز ان بريتش امريكان انجلش براكتس سينج ذم. مهمتك هنا انه listen to the conversation and write the numbers you hear. نسمع للحوار هنا. مهمتك انه تتمرن على كيفية نطق هذا مثلا a pound 50p 1 pound 99 16 pound 40 $1.50 quarter اللي هو يقصد به $25 دم اللي يقصد به مصطلح العشر دولارات باللهجة الأمريكية وغيره يعني. فالدم اللي هو العفو 50p سنس اللي هي نص دولار، كوارتر ربع دولار، الدم اللي هو 10 بنس. أوكي خلي مطلوب منك listen to the conversation and write the numbers you hear. مطلوب منك شنو؟ راح نسمع مبلغ راح ينحكي مطلوب منك انه نكتبه. أوكي. Tape script 4.6. 1. 2 coffees please. £2.80 please. قال لي اريد قهوتين. طلب منه المبلغ. ايش قد مبلغ الذكري؟ 2 pound اللي هي رمز الباوند هذه. اوكي 80 مبلغ. اوكي اللي بعده خلينا نشوف. نا راح يذكر مجموعه اسعار خلينا نسمعها. 1 2 coffees please. £2.80 please. 2. How much is this sweater? £28.50. £28.50 عن ملابس عن. 3. نسمع. A white loaf and 3 rolls please. That would be £1.82. £1.82 هذا مخبز. One loaf white loaf اللي هو. حاول تسمعها هذه تمرن عليها. هنا شخص دي راح يشتري شيء من مكان
ودي اذكر له السعر، حاول تتمرن عليه هذه وكل النهاية، وحاول تكتب الرقم اللي يقولوا ذا دولار وذا يعني او باوند. خلينا نسمع اللي وراه. 4. How much do I owe you? $12.20. ايش قلت يعني تطلبني او لازم ادفع لك؟ $12.20. 5. How much was your car? $15,000. بي سيارتك كلفت $15,000، $15,000. 6. What a fantastic house! Darling, it cost £500,000. بيت رائع قد كلف £500,000، يعني نص مليون باوند. 7. Just this book, please. £5.99 then. هذا مكتبة بوك شوب، يعني بس هاي يعني وحدة اشترت كتب قالت له £5.99. يذكر المبلغ والمرة بالباوندات أو دولار بعدين البنسات. نسمع الأخيرة. 8. How much was the check for? $160. $160. اسمع لها، بحاول تسمع لها مرة ثانية. التراك نمبر رقم 31، محمد أيضا على جوجل كلاس روم. تمرن على النطق هذه والرمز بين رمز الدولار رمز الباوند، انتبه لاحظ، ورمز الدولار فرق بيناتهم. تيب سكريبت. أيضا هنا عندي صفحة 37 البرايس اون شوبينج، المطلوب منك إنه make a conversation in these places with the partner. Use the idea to help you. هذه بالكلوز شوب شنو اللي ممكن تستخدمه انت، مثل الشيرت والسايز، السمول لارج، I'll have it please, I'll leave them، يعني راح اخذ كذا. هاي المصطلحات ممكن نستخدمها، يعني عندك مثلا بالكيمست الصيدلي كونديشنر، مكيف شعر، شيفينج فوم اللي هو مسحوق الحلاقة، فوم الحلاقة، ديودرنت اللي هو معطر جسم، ستومك معدة، ايك اللي هو معدة، سور ثروت، بلعوم، محتقن، هاي بالصيدلية بعض المصطلحات اللي نستخدمها. عندك بلاك وايت كوفي، بالكافيه اللي عندك اسبريسو كابتشينو، هذه بوت اوف تي اللي هو غوري شاي، سباركلينج اللي هو ستيل، اللي سباركلينج ستيل او ماينر ووتر الماي المعدني، ماينرال معدني ستيل العادي، السباركلينج اللي هو يكون بغاز هذا. اوكي، بيس اوف شوكولات كيك، قطعه من كيك بالشوكولاته، يعني وهكذا. بعض الكلمات هذه نستخدمها وين؟ نستخدمها بكل وحده بمكانها الصحيح، وحاول تتمرن عليه. يعني هنا على سبيل المثال، يعني على سبيل المثال هنا ممكن نستخدم هاي العبارات بالاماكن اللي ذكرناها. هنا عندك مثلا بالبوست اوفيس، مكتب البريد، سام ستامبس، طوابع، فيرست اور سكند كلاس يعني درجه اولى وثانيه، لتر، بوست كارد، تشابان، رساله، سين ذيس بارسل، بارسل اللي هو شحنه، تو مكسيكو مثلا، باي سام انفلوبس، تشتري ظروف. فكل مكان له مصطلحاته الخاصه، كل مكان له مصطلحاته الخاصه. هذه حاول تتمرن عليها يعني بالبيت وشوف الفرق بين استخدامها. كل حسب مكانه الصحيح. يعني هنا مثلا على سبيل المثال، مثلا هنا ممكن بالكافي، مثلا هنا بالكوفي شو، مثلا نقول له good morning، مثلا can I have a black coffee please or white coffee or an espresso or cappuccino or can I have a pot of tea, can I have a still water, can I have a piece of chocolate cake. هاي العبارات حاول تمرن عليها، مرن عليها وشيك ايضا بالكتاب موجود عندك. يعني إذا رجعت للكتاب المنهجي مالتك بالكتاب هاي راح موجود عندك التمرين بشكل واضح وصريح مثل هذه. هاي الصفحة خلي لك حتى بشوفه، صفحة 37 هذه. حاول تتمرن يعني عليه، وأي استفسار أنا حاضر. إحنا هيجي إن شاء الله نكون غطينا الشابتر هذه، شابتر 4 اللي هو خاص بالشوبينج ومصطلحاته والايديا مالته.
احنا هيك نكون غطينا كل المتعلقات او معظم المتعلقات الخاصه باليونت 4 الماده اللغه الانجليزيه. كان معكم متحدثكم الدكتور حيدر رحمن داود من قسم هندسه تقنيات المكان والمعدات في كليه التقنيه والسياحه بجامعه القرات الاوسط التقنيه، مدرس ماده اللغه الانجليزيه للمرحله الثانيه القسم هندسه تقنيات المكان والمعدات. المحاضره سيتم رفعها على منصه اليوتيوب، وايضا سيتم تحميلها على منصه الجوجل كلاس روم الخاصه بطلاب صف ثاني. اي استفسار ان شاء الله احنا حاضرين. شكرا لاستماعكم.